بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي طلاب الصف الأول ابتدائي، أهلا وسهلا بكم مع درس جديد من دروس مادة العلوم، الوحدة الخامسة، الفصل السابع، الدرس الأول بعنوان خصائص المواد. الوحدة الخامسة عنوانها المادة. ماذا نعني بالمادة؟ المادة هي كل شيء له كتلة ويشغل مكانا. المادة، أكرر، كل شيء له كتلة ويشغل مكانا. انظر ابن الطالب إلى الصورة التي أمامك، قرص وجليد. الجليد وثمرة القرص كلاهما مادة. لماذا؟ لأن عند وضع الجليد على الميزان له كتلة، عند وضع ثمار القرص على الميزان لها كتلة. فالجليد وثمار القرص كلاهما مادة لأن لهما كتلة ويشغل مكانا. التفاح مادة، العنب مادة، الموز مادة، البطيخ مادة، الحجر مادة، الكرسي مادة، الحقيبة مادة، الكتاب مادة، المسطرة مادة، الماء الذي نشربه مادة، الهواء الذي نتنفسه مادة، لأن عند وضع هذه الأشياء على الميزان يكون لها كتلة. أما بعض الأشياء ليست مادة لأن عند وضعها على الميزان ليس لها كتلة. الضوء والحرارة والصوت والظل. الضوء ليس مادة لأن ليس له كتلة. الحرارة ليست مادة ليس لها كتلة. الصوت ليس مادة ليس له كتلة. الظل ليس مادة لأن ليس له كتلة. فأي شيء ليس له كتلة ليس فهو ليس مادة. أما الأشياء التي لها كتلة وتشغل مكانا فتسمى مادة. الفصل السابع، المادة، عنوان المادة من حولنا. سوف نأخذ في هذا الفصل ثلاثة دروس، الدرس الأول خصائص المواد، والدرس الثاني المواد الصلبة، والدرس الثالث السوائل والغازات. انظر ابن الطالب إلى الصورة التي أمامك، توجد أنواع مختلفة من الفاكهة، مختلفة في اللون والشكل والحجم، فلا كل منها لكل فاكهة لون خاص بها وطعم ورائحة وحجم وكتلة. يطلق على هذه الأشياء اسم خصائص المواد. فالمواد تختلف في اللون والشكل والحجم والطعم والرائحة والملمس، ونطلق على هذه الأشياء اسم خصائص المواد، وهي عنوان درسنا الأول بعنوان خصائص المواد. فاختلاف اللون والشكل والطعم والرائحة لهذه المواد تجعلنا نتعرف عليها. فلو كانت الأشياء كلها لها لون واحد وحجم واحد وشكل واحد لا أصعب علي كان أصعب علينا معرفتها. فالله سبحانه وتعالى فرق بين هذه الأشياء في اللون والطعم والشكل والحجم والملمس حتى نتعرف عليها. مفردات الفكرة العامة. الميزان ذو الكفتين أداة تستخدم لقياس الكتلة، فنحن نقيس الكتلة باستخدام الميزان. توجد المادة ثلاث حالات، مادة صلبة ومادة سائلة ومادة غازية. المادة الصلبة مادة لها شكل محدد وتحافظ على شكلها عند نقلها من مكان أو تحريكها من مكان إلى آخر. الكرسي مادة صلبة يحافظ على شكله وله شكل محدد، فعند نقله وتحريكه من مكان إلى آخر لا يتغير شكله. المادة السائلة مادة تأخذ شكل الوعاء الذي توجد فيه. انظر ابن الطالب إلى صورة الحليب عند صبه في الكأس، يأخذ شكل يأخذ شكل الكأس الذي يوجد فيه. فالحليب مادة سائلة تأخذ شكل الوعاء الذي توجد فيه. الماء مادة سائلة، الزيت، اللبن، العسل كلها مواد سائلة تأخذ شكل الوعاء الذي توجد فيه. الغاز الهواء الموجود داخل البالون مادة ليس لها شكل محدد وتأخذ شكل أيضا الوعاء الذي توجد فيه. عندما ننفخ البالون فالهواء يأخذ شكل البالون، عندما ننفخ كفر السيارة فالهواء يأخذ شكل كفر السيارة، عندما ننفخ كرة القدم فالهواء يأخذ شكل كرة القدم، وهكذا. الدرس الأول من الفصل السابع بعنوان خصائص المواد. انظر ابن الطالب إلى الأشياء التي توجد أمامك في الصورة، إنها مختلفة اللون والشكل والحجم والملمس، وتحدثنا عن يطلق على هذه الأشياء اسم خصائص المواد.
انظر وتساءل مما صنعت الأشياء التي في الصورة وكيف أصفها. أكرر، مما صنعت الأشياء التي في الصورة وكيف أصفها. صنعت من مواد مختلفة مثل البلاستيك والمطاط والورق، وهي مختلفة في اللون والشكل والحجم والملمس. صنعت من مواد مختلفة مثل البلاستيك والمطاط والورق، وهي مختلفة في اللون والشكل والحجم والملمس. هيا يا ابن الطالب نجري هذا النشاط الاستقصائي. أحتاج إلى بالون مملوء بالهواء، كأس مملوء بالماء، مكعب خشبي. ما الذي ألاحظه على بعض الأشياء؟ أنظر إلى الأشياء الثلاث التي أمامك، ثم أتفحصها من حيث الشكل والملمس. البالون شكله كروي وناعم الملمس. الماء الذي في الكأس له نفس شكل الكأس وناعم. المكعب الخشبي شكله مكعب وملمسه خشن. أتواصل، أصف ملاحظاتي لزميلي. يمكن وصف الأشياء باستخدام اللون والملمس والشكل والحجم ونطلق عليها خصائص المواد. أكرر، يمكن وصف الأشياء باستخدام اللون والملمس والشكل والحجم. السؤال الثالث، أقارن فيما تتشابه هذه الأشياء وفيما تختلف. جميعها مواد تشغل الحيز، وتختلف هذه الأشياء في الشكل والملمس. السؤال الرابع، استكشف أكثر. أذكر أشياء أخرى في مدرستي تشبه أي من الأشياء التي لاحظتها، القلم والمنضدة والعصير. ما المادة؟ تحدثنا أن المادة كل شيء له كتلة ويشغل مكانا. عندما نصف شيئا فإننا نتحدث عن خصائص هذا الشيء، ومنها اللون والشكل والحجم والملمس والرائحة والطعم والصوت. نطلق على اللون والشكل والحجم والملمس والرائحة والطعم والصوت خصائص المواد. فعندما يسألني ماذا نقصد بخصائص المواد، نقصد بها اللون والشكل والحجم والملمس والرائحة والطعم والصوت. وبهذه الخصائص استطعنا أن نفرق بين المواد وبعضها البعض. فرقنا بين البطيخ والعنب والتفاح والليمون والطماطم، كلها مواد مختلفة في اللون والشكل والحجم والطعم والرائحة. انظر من الطالب إلى هذا الدب الذي أمامك. اللون البني ونعومة الملمس خاصيتان لهذا الدب. أكرر، هذا الدب لونه بني ناعم الملمس، فاللون البني ونعومة الملمس تخص هذا الدب. انظر ابن الطالب إلى الصورة التي توجد على يسار، إنها الطائرة الورقية، مصنوعة من الورق، بها أربعة ألوان مختلفة، أصفر وأحمر وأخضر وأزرق. ما خصائص هذه الطائرة الورقية؟ اللون الأصفر والأحمر والأزرق والأخضر من خصائص هذه الطائرة الورقية، إلى جانب أنها ملساء. جميع الأشياء تتكون من مادة، المادة تشغل مكانا أو حيزا. تحدثنا أن المادة كل شيء له كتلة ويشغل مكانا. توجد المادة في ثلاث حالات، هي الصلبة والسائلة والغازية. أكرر، توجد المادة في ثلاث حالات، صلبة سائلة غازية. ما المادة؟ كل ما له كتلة ويشغل مكانا. نشاط، أصف بعض الأشياء التي أراها في الصف ثم أضعها في مجموعات، الممحاء والقلم والكتاب والصبورة والمنضدة. أشياء كبيرة الحجم الصبورة والمنضدة، أشياء متوسطة الحجم القلم والكتاب، أشياء صغيرة الحجم الممحاء. انظر ابن الطالب إلى هذا الولد الذي يمارس السباحة. إنه يجلس فوق كرسي من المطاط مملوء بالهواء. هذا الكرسي يطفو على سطح الماء، فيوجد ماء وكرسي وهواء بالإضافة إلى جسم الولد. الماء والكرسي المطاطي والهواء أشياء تتكون من مادة، كذلك جسم الولد. فالهواء مادة، الكرسي المطاطي مادة، الماء مادة، جسم الولد مادة. ما الكتلة؟ من خصائص المواد أيضا تحدثنا، الكتلة من خصائص المواد. الكتلة
هي كمية المادة الموجودة في الشيء. أكرر، ماذا نعني بالكتلة؟ كمية المادة الموجودة في الشيء. الأشياء جمعوها لها كتل، لكن الأشياء تختلف في كتلها، فالأشياء الثقيلة لها كتلة أكبر من كتلة الأشياء الخفيفة. يستخدم الميزان ذو الكفتين لقياس الكتلة. أكرر، الكتلة هي كمية المادة الموجودة في الشيء. تختلف المواد عن بعضها في الكتلة، فمنها الخفيف ومنها الثقيل، فالخفيف أقل كتلة والثقيل أكبر كتلة. انظر ابن الطالب إلى الميزان ذو الكفتين، تم وضع مجسم لأرنب معدني وأرنب سفنجي. انظر ابن الطالب إلى الصورة التي أمامك، أيهما أثقل، هل الأرنب المعدني أم الأرنب السفنجي؟ انظر إلى وضع الكفتين، الكفة اليمنى تهبط إلى أسفل، مما يعني أن الأرنب المعدني أكبر كتلة من الأرنب الإسفنجي. كتلة الأرنب المعدني أكبر من كتلة الأرنب الإسفنجي. أقارن بين الكتل. لديك سيارة صفراء وسيارة حمراء. السيارة الصفراء أصغر حجما والسيارة الحمراء أكبر حجما، ولكن السيارة الصفراء مصنوعة من المعدن والسيارة الحمراء مصنوعة من البلاستيك. المعدن أثقل من البلاستيك، فالمعدن أثقل والبلاستيك أخف. أقرأ الصورة، أي السيارتين كتلتها أكبر؟ كيف أعرف ذلك؟ السيارة اليمنى الصفراء، وأعرف ذلك باستخدام الميزان. تحدثنا أن السيارة الصفراء أكبر كتلة لأنها مصنوعة من المعدن. كيف أقيس الكتلة؟ أقيس الكتلة باستخدام الميزان. كيف أقيس الكتلة؟ أقيس الكتلة باستخدام الميزان. أفكر وأتحدث وأكتب. سؤال الأول، أرتب الأشياء، أختار ثلاثة أشياء من داخل الفصل. أستخدم الميزان لأرتب الأشياء بحسب كتلتها من الأصغر للأكبر. أختار قلم وكتاب العلوم وحقيبة. عند ترتيبهما من الأصغر للأكبر يكون القلم أصغر كتلة، أكبر منه كتاب العلوم، أكبر من كتاب العلوم في الكتلة الحقيبة، فيكون الترتيب من الأصغر للأكبر القلم كتاب العلوم الحقيبة. سؤال أساسي، ما بعض خصائص الأشياء؟ تحدثنا في هذا الدرس أن خصائص الأشياء هي اللون والشكل والحجم والطعم والرائحة والملمس والصوت، كلها أشياء تمكننا من معرفة الأشياء التي توجد من حولنا. خصائص الأشياء اللون والحجم والكتلة والطعم والصوت والملمس. شكر لكم أبناء الطلاب على حسن استماعكم، وإلى اللقاء في درس جديد قادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.